فوق قوي، عنده نايف مبارك الخاطر بخبرته يقف صح. يا سلام يا سلام يا سلام يا تباتا يا تباتا يا تباتا يا تباتا، اللاعب الكبير يظهر في الوقت المناسب، يقتحم منطقة الجزاء اقتحاما ويعبر باليمين ويحط بالشمال، يا جماله يا جماله، بشماله حطها له لينجح نادي السد باقتحام مباشر واقتحام جريء لتباتا، استلم باليمين وحط بالشمال، هدف اخر جمال ليتقدم نادي السد بقيمة وخبرة تباتا في حسن التمركز، تمريرة ولا اجمل وخدمة توصيل الطلبات للمنازل من خلفان، اللعب على المساحة والتحرك في مساحة وهدف اخر راحة يسجله تباتا ليتقدم على الوكرة 1-0. الله 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 الله، المبدعين، نعم نعم هم المبدعون، المبدعون يتألقون ويسجلون أول أهداف اللقاء. اللاعب الكبير يظهر في الوقت المناسب، هذا هو الوقت المناسب، تمريرة لاعب كبير بحجم خلفان وتحرك مثالي بأقدام لاعب كبير وفكر لاعب كبير هو تباتا، نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء، ومن داخل منطقة الجزاء. تركيا أدار مباراتين، حكم أدار مباراة مصر وتونس تصفيات أفريقيا من أيام قليلة ومن ساعات قليلة هناك في القاهرة، الحكم الجامبي بكاري جساما، وخلفان يسجل يسجل الجوهرة السمراء لقطر ولنادي السد، ثاني أهداف السد ليرفع شعاره من جديد، السد ما ينهد سواء لعب أمس أو اليوم أو حتى الغد، السد ما ينهد. 2-0 للسد على الوكرة، 2-0 ضربة الجزاء على علامة الجزاء، حارس المرمى راح في الشمال، اتحطت في اليمين، يا جماله يا جماله، على يمينه الجوهرة حطها له. 2-0 2-0. الصبر الصبر كان كبير عند لعيبة نادي السد وابراهيم ماجد وخلفان وفرحة وتهنئة.